بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. السلام عليكم أخواني أخواتي. في الحلقة السابقة تكلمت عن موضوع حساسية الرمد الربيعي، ووضعت ما يناسب لها من أعشاب إن شاء الله. في هذه الحلقة سوف أتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع تقوية البصر. تقوية البصر طبعا يعني إنسان مع التقدم بالعمر ومع كذا كل الأعضاء يعني تبدأ يعني تضعف، ومن ضمنها البصر. يعني الإنسان يعمل حاجات في سبيل أنه يحافظ يعني على الأعضاء قدر المستطاع حتى إذن الله بالشفاء أو ما يريد. فنأتي بالبصل. البصل لازم يكون البصل الأحمر، يعني الشديد، شديد الرائحة والشديد يعني الحدية. ونقوم بتقطيعه ووضعه بالخلاط وطحنه، ثم تصفيته وأخذ منه الماء، الماء تبع البصل. لنفرض أنه أخذنا منه 50 ملي، نضع ملعقة وسط من العسل عليه ونحركه، نضع نقطتين بالعين هاي ونقطتين بالعين هاي مرتين باليوم، هاي تنظف العين تنظيف كامل، وتزيل أيضا الحكة والحاجات هاي، وحتى يعني المية البيضة يعني تأخرها كثير، وتقوي النظر. طبعا في من الداخل يعني مشان تقوية النظر، أذكر أنه أحد أصدقائي كان يعني معه التراكوما، أو يعني حسب ما وصف لي قريبة من التراكوما، متعبة جدا لعيونه. فهو الرجل جاب يعني الخلطة اللي أنا راح أحكيها يعني مشان حاجة ثانية، كان مشان صدره ما بعرف شنو هو، فهو استفاد منها للنظر، يعني عالجت موضوع التراكوما أو الحساسية اللي عنده، وبنفس الوقت قوي نظره. طبعا الرجل يعني أعطاني الكمية والجرعة. هذا الكلام طبعا قديم من حوالي 15 سنة وأكثر. أنا قمت يعني بتجربتها على نفسي وعلى غيري، ويعني الكثير من الناس فعلا استفاد عليها، استفاد في تقوية البصر وفي علاج كثير من مشاكل الرؤية. هذه الخلطة يا أخواني على الشكل التالي: نأتي بربع كيلو عسل، نضع كل مثلا كل 3 ملاعق طعام من العسل نضع ملعقة خردل مطحونة. فلو فرضنا أن الربع كيلو معنا يعني 6 ملاعق طعام، نضع ملعقتين طعام خردل مطحون ونخلطه. بس طريقة الخلط حتى أوضحها مشان ما، لأنه دائما الخردل يطلع ما يظل بالأرضية الوعاء، يطلع فوق. فحتى لا نصل لهذه الحالة كي يتجانس العسل مع الخردل، نقوم على الشكل التالي: نخلط جزء جزء مع بعض، جزء جزء
يعني حتى ونطلع جزء جزء حتى ما ننهي الخلطة. في الحالة هاي يكون اندمج تماما مع بعضه. فنيجي ناخذ أصغر ملعقة، انتبهوا معي، أصغر ملعقة على الريق لمدة أسبوع. بعدها ناخذ أصغر ملعقة الصبح على الريق وأصغر ملعقة المساء حتى نهاية الخلطة. وبإذن الله تعالى راح يستفيد كثير في مسألة العيون وفي مسائل أخرى بالجسم يعني إن شاء الله تعالى، لأنه الخردل يعني له فوائد عظيمة. ربما عندما نأتي إلى شرح بعض المفردات من الأعشاب إن أحيانا الله سوف أتكلم عن الخردل وغيره من النباتات البرية والمزروعة، ونحاول أن نشترك مع بعض في توظيف يعني صيدلية منزلية يعني من النباتات المتوفرة والغير معقدة والآمنة للأطفال وللكبار والصغار. وهذا إن شاء الله في برنامجي في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. هاي تقريبا يعني ما أردت توصيله لكم، وأسأل الله الشفاء لجميع البشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.